يا ترى ايه سبب النظرة الحادة اللي نظرها علي معلول لمعز بن شريفية زميله في المنتخب الوطني التونسي بعد ضربة الجزاء؟ في البداية احب انوه عن ان النادي الاهلي اكتسح نادي الترجي بنتيجة 4-0 ذهابا وايابا لكي يلحق بنظيره الجنوب افريقي كايزر تشيفز في المباراة النهائية. الاغرب ان علي معلول هو اللي طلب يلعب ضربة الجزاء، وكانت الصدمة عقب ضربة الجزاء من نظرة حادة جدا لمعز بن شريفية. في معسكر المنتخب الوطني التونسي كانوا دايما اللاعبين بيقولوا لعلي معلول انه خاين وانه بيحرز اهداف في اولاد بلده. كمان الاعلام التونسي كان بيقلل من مهاراته وقدراته وخبرات علي معلول الابرز في افريقيا واحسن باك ليفت في افريقيا. وابرز ما قاله الاعلام التونسي عن علي معلول انه نقطه ضعف للنادي الاهلي، وان اي حد هيلعب على علي معلول هيقدر يفوز عليه، وان الترجي قادر في القاهره انه يصعد على قفا الاهلي. وده كان اكبر رد محترم من كابتن محترم اسمه علي معلول.